أول ما بدأت الكتابة الهيروغليفية كانت عبارة عن رموز بسيطة جداً استخدمها المصري القديم علشان يسجل بيها اسم شخص أو مكان، وحس منها إنها ليها طاقة سحرية. عن طريق نقش قدر إن هو يسجل أفكاره، وواحدة واحدة مع تطور الحكومة المصرية ووجود عاملين على شؤون الدولة اتطورت معاهم الكتابة الهيروغليفية. إحنا هنا في مقبرة حور محب، كان قائد عسكري بيقدس دور الكاتب، وهنلاقي في الكتابة الهيروغليفية علامة سش يعني الكاتب، رمز المصري القديم ليه بشكل أدوات الكتابة. هنلاقي في أول لوحة موجودة هنا على إيدينا اليمين هنلاقي شكل الكاتب وهو مستخدم أدوات الكتابة، وهو كان بيعد عدد الأسرار الموجودين قدامنا. هنلاقي كمان هنا إزاي المصري القديم ميز ما بين المصري وبين الأجنبي في شكل الملامح والحلق الموجود قدامنا هنا. هنلاقي في اللوحة التانية اللي وراها شكل الكتاب وهم قاعدين بيسجلوا عدد الأسرى، وهم بيستخدموا أدوات الكتابة اللي كانت في الكتابة الهيروغليفية علامة سش. هنلاقي في مظهر تاني قدامنا هنا إزاي إن الرجال الكبار في الدولة كانت فيهم علامات لتنايا البطن، وكمان هنا هو علشان يبين إن هم كانوا في حالة رخاء. هنلاقي كمان هنا إزاي الفنان المصري القديم رسم الأعداء بأشكال مختلفة عشان نفرق ما بينهم. هنا هنلاقي شكل الأفريقي، هنا هنلاقي شكل الكنعاني، وكمان هنلاقي شكل الليبيين. وهنلاقي هنا كمان مكتوب س نسو، هنا علامة سش معناها الكاتب، استخدمها المصري القديم على شكل أدوات الكتابة. وهنا هنلاقي علامة نسو وهي معناها الملك. سش ونشو معناها كاتب الملك. كل حائط في المقابر الدولة القديمة كان ليه وظيفة، وكانت بتختلف الكتابة الهيروغليفية اللي بتبتدي بيه، وكل حائط ليه علامة. زي هنا هو بيكلم عن نص ديني. هنعرف ازاي؟ هنلاقي الأول إن هنا في الافتتاح بتاعته بشكل الشن اللي هي الدايرة الأبدية اللي بتديه الحماية، وهنلاقي هنا المتوفى حور محب وهو رافع إيده في حالة الدعاء. النص اللي تابع للكتابة الهيروغليفية هنا هنلاقيه بادي بشكل علامة النجمة، ووراها راجل رافع إيديه في حالة الدعاء، ومعناها دوا يعني دعاء. لكن الحائط اللي قدامنا هنا هو حائط بيتكلم عن القربان، وابتدى ببداية مختلفة اللي هي حتب دينسو. حتب دينسو يعني عطية مقدمة من الملك. حتب دينسو. هنستخدم هنا نظرية التقديم اللي كان بيقدم فيها اسم الملك اللي هي 2-3-1. حتب دي نسو 2-3-1. احنا قلنا نسو في الآخر عشان المصري القديم كان بيقدس الملك، فكان بيكتبها في الأول لكن بينطقها في الآخر. تحتيها على طول هنلاقي توم أو أتوم، مبتدية بتوم وبعديها شكل أتوم. أتوم هو بداية الخلق. كان في هليوبلس نظرية اسمها نظرية الخلق، الكون كله كان عبارة عن ضلمة ومية، وطلع منها تبة وطلع معاها أتوم اللي هو بداية الخلق. فهنا الصدقة المقدمة من الملك حتب دينسو هي مقدمة لأتوم بداية الخلق. بعديها على طول كلمة سيد أو نب، كلمة سيد هي على شكل طبق، وراها على طول إيون اللي هي هيليوبلس، فأتوم سيد هيليوبلس، وهنا علامة المدينة اللي عليها أكس. حتب دي نسو توم نب إيون،
صدقة مقدمة من الملك لأتون سيد هليوبل. المصري القديم كان حلمه أن يمتلك مقبرة يسجل عليها ألقابه واسمه ووظائفه، زي ما مكتوب عندنا هنا. هنلاقي في الأول خالص فوق في شكل النحلة وشكل الختم، هنا هو يقصد أنه هو كان حامل أختام الملك. هنلاقي كمان أن الوظيفة تانية ليه أنه هو كان محارب، هنلاقي رمز المحارب مرسوم قدامنا هنا. وهنلاقي كمان أنه هو كان كاتب الملك، علامة السش اللي هي على شكل أدوات الكتابة، ونسو يعني ملك. كمان هنلاقي إن هو كان رجل نبيل، كان المصري القديم بيصور النبيل إن هو دايماً واقف أو جالس وفي إيده عصاية. هنلاقي في النصوص حاتب دي نسو اسمه المتوفى متكرر كذا مرة في نهاية النص زي ما هو متكرر قدامنا هنا. حور محب، حورس في مصر القديمة كان اسمه حور أو حر. هنلاقي هنا حور أم حب، حور محب، متكرر معانا 4 مرات. وتحت الاسم هنلاقي شكل النبيل وهو جالس، وهنلاقي فيه لقب بيكرره المصري القديم في النصوص اللي بالشكل ده، مع خرو يعني صادق الصوت، مكتوبة تحت هنا. وفي لقب بيدي صفة مميزة جدا للمحترم صاحب المقبرة اسمه إيماخو.